ناس أبو بكر لم يكن خائفا على نفسه، بل كان حزينا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته. ولذلك قال الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل له: لا تخف إن الله معنا. فأبو بكر أيضا عنده من الشجاعة الشيء العظيم، وقد سجل مواقف قبل الهجرة حينما واجه قريش بصدره العاري، وقام في المسجد الحرام خطيبا رضي الله عنه، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا لا يحسنه كثير من الأبطال، فسجل شجاعة متناهية، حتى إن علي بن أبي طالب شهد له ذلك حينما خطب على منبر الكوفة وسأل الناس: أيهما أفضل، مؤمن آل فرعون أم أبو بكر الصديق؟ فاختلف الناس في الجواب، فقال علي: أبو بكر الصديق، لأن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، وأما أبو بكر فأعلن بإيمانه رضي الله عنه وأرضاه.